غلق مداخل المحافظة والإجراءات الوقائية المتخذة من قبل المعنيين في الديوانية بسبب فيروس كورونا ربما كان سببا في ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في المحافظة، مما تسبب بتذمر الناس الذين تحدثوا على أن ذلك لا يوازي مستوى دخولهم الضعيفة ويحملهم أعباء احتواء الأزمة، بينما الباعة وجدوا أن غلق الحدود كان سببا في ذلك. الأسعار اليوم غالية، يقولوا من العل والأصل غالية، مشانهم يقولوا من هناك جملة وحاولين حمولة وما أدري شنو يصير صعوبة عليه. كله صعد، يعني كله على الحدود، أردن، سوريا، إيران، يعني ما كانوا يجيبون زرع. يعني هسه كله الحدود سدوها والمحافظة سدوها، فانت السوق انت كله غلط. أنا أبيع البرتقال ب 1000 وربع، أبيع الموز ب 1000 وربع، كان ب 1000 دينار. فرض حظر التجوال او التنقل بين الاقضية والنواحي داخل المحافظة استغلوها بعض التجار ممكن، بس هو هنا أنا لازم اكو دور حكومي رقابي يعني لمراقبة اسعار. اكو انا اعرف اكو امن اقتصادي، مو اكو امن اقتصادي بس ما شايفه، يعني هسه هاي ارتفاع الاسعار الفقير يعني الانسان المواطن باعتبارنا محافظة بسيطة فقيرة، يعني الانسان البسيط مين يجي؟ خلية الأزمة أكدت أنها في تتبع مستمر للحركة التجارية في السوق الديواني، وقد تم أخذ تعهدات على أصحاب المحل في الأسواق لأجل منعهم من التلاعب بالأسعار، وسيتم متابعتهم بشكل دوري من خلال الجولات الميدانية، وحقا نفذت اعتقالات بحق المخالفين. قمنا كحكومة محلية بزيارات ميدانية إلى عدد من الأسواق بالتبادل التجاري والبيع المباشر للمواطنين. قمنا اليوم برفقة فريق من الأمن الوطني للإطلاع على الأسعار بشكل مباشر، وتم بشكل فوري اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال توقيع تعهدات للتجار بعدم التلاعب بالأسعار، وهذه التعهدات سوف تراقب من خلال زيارات ميدانية. عدسة التغيير رافقت أحد أجهزة الأمن في الديوانية والمكلفة بمهمة مراقبة الأسعار وأخذ التعهدات، الذين أرادوا طمأنة المواطن بأنهم يتابعون بشكل يومي حركة السوق وطالبوا بعدم التأثر بأي إشاعة يثيرها البعض. مفارزنا مفارز الأمن الوطني جاي تقوم بجولات ميدانية بإشراف السيد مدير أمن القادسية المحترم لمتابعة أسعار المواد الغذائية اللي تخص المواطنين. لحد هذه الساعة ما لاحظنا أي ارتفاع بالأسعار. السيطرات المواد الغذائية جاي تمر عن طريق السيطرات بصورة انسيابية لحد هذه الساعة، بها توجيه من مراجعنا مدير قائد الشرطة المحترم السيد المحافظ. ويبقى تكاتف الجميع من توعية وتتبع صحيح للوقاية وتثقيف جيد لاحتواء الفيروس وانحساره وانكساره أهم من استغلال الظرف اقتصاديا، لأن الكل أمام مهمة الحفاظ على صحة نفسه والآخرين. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.